دول أوروبية تستغيث بسبب وباء كورونا كوفيد-19، والاتحاد الأوروبي يقف عاجزاً. أما الحليف التقليدي واشنطن فقد أدار ظهره. هنا تظهر دولة في رداء المنقذ، الصين. فيليكا ميجنارودنا سوليدارنوست استواري نبستوي أفروبسكا سوليدارنوست نبستوي. To je bila bajka na papiru. Mnogo toga očekujemo i najveće nade polažemo u jedine koji mogu da nam pomognu. U ovoj teškoj situaciji to je Narodna Republika Kina. نبرة قاسية للتعبير عن خيبة الأمل في دور الاتحاد الأوروبي خلال إحدى أكبر الأزمات التي تعصف بالقارة العجوز مع تفشي وباء كوفيد-19. إيطاليا أكبر المتضررين الحاليين عالميا من الوباء طلبت المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، لكن دون استجابة. سفير إيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي قال إن بلاده تركت وحيدة في مواجهة الوباء. استغاثة إيطاليا وجدت آذاناً صاغية على بعد آلاف الكيلومترات. سارعت بيجين إلى إرسال طواقم الخبراء وأطنان من المستلزمات الطبية، ليس إلى إيطاليا وحدها، بل إلى إسبانيا وفرنسا وصربيا ودول أخرى حول العالم. المساعدات أتت من الحكومة بالإضافة إلى الملياردير الصيني جاك ما وشركة هواوي العملاقة. فما الذي تستفيده الصين من تقديم المساعدات؟ خطوة بيجين للمساعدة لها تأثير دبلوماسي واسع النطاق، إلى درجة أنها سميت دبلوماسية الكمامات، إذ يرى المحللون أن الصين تسعى لاستغلال التوترات الحالية بين الدول لتوثيق علاقاتها مع أوروبا. ففي الوقت الذي تخلت فيه الولايات المتحدة عن مساعدة أوروبا، دخلت الصين على الخط لتظهر في صورة الزعيم الدولي المسؤول، ولتحسن صورتها أمام العالم بكسب العقول والقلوب، وهذا يعني مزيداً من الحلفاء. هذه المساعدات تتيح للصين فرصة الدخول والتعرف على أنظمة البنية التحتية المهمة لهذه الدول. الصين أيضاً كثفت انتقاداتها لغريمتها الولايات المتحدة الأمريكية لعدم اطلاعها بدور ريادي خلال الأزمة، وهو ما يساعد على ترسيخ صورة الصين باعتبارها قوة دولية صاعدة. انتقاد الصين للولايات المتحدة أسهم في زيادة حدة التوتر والتراشق بالتصريحات بين البلدين. ترامب مثلاً يصر على تسمية الفيروس بالفيروس الصيني. The impact of the Chinese virus, the fight against the Chinese virus. I'm a little upset with China. I'll be honest with you. الصين ترد من جهتها. 我们敦促美方摘下意识形态有色眼镜。 摒弃冷战、零和博弈的思维，多做有利于中美互信与合作的事情。中方不惹事，但也不怕事。 وعلى ذكر الحرب الباردة، دعونا نطلعكم على استخدام المساعدات لخدمة أهداف سياسية ودبلوماسية. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مثلاً، قررت الولايات المتحدة مساعدة دول أوروبية خرجت متضررة من الحرب في واحدة من أكبر خطط الإعانات، وهي خطة خدمت المصالح الأمريكية وساعدت واشنطن في بسط قوتها والوقوف في وجه المد الشيوعي في أوروبا. وما زالت الولايات المتحدة تستعمل المساعدات غطاءً لتعزيز مصالحها في عدد من الدول، وبهذا صارت المساعدات تدخل في إطار ما يسمى بالقوة الناعمة. الصين بدأت استخدام هذا النوع من القوة مع نهاية القرن العشرين، وركزت وقتها على مد نفوذها جنوب شرق آسيا لإبعاد واشنطن عن الساحة واستقطاب دول لا تجمعها علاقات جيدة بالولايات المتحدة. وأنتم كيف ترون المساعدات الصينية؟